بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الحبيب، استمع معي إلى هذه الكلمات الخمسة التي قد تكون سببا في إزاحة الهم والغم ووقف الحال وقلة الرزق، وتنجيك من كل المصائب. كلمات بسيطة جدا، طبعا هي كلمات عظيمة عند الله ولكن عددها قليل. استمع معي أولا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، كيف علمنا هذه الكلمات وماذا قال، وكيف تعهد أن الله سيزيح عنك كل الشرور ببركة هذه الكلمات القليلة ولكن مفعولها عظيم جدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أصابه هم أو غم أو سقم أو شدة فقال: الله ربي لا شريك له، كشف عنه ذلك، صلى الله عليه وسلم. والله حديث مؤثر جدا أيها الأحبة، على الرغم من أنه عبارة عن سطر أو سطر ونصف فقط، مؤثر جدا. الله ربي لا شريك له، الله ربي لا شريك له، الله ربي لا شريك له. خمس كلمات، يعني أي واحد منا يستطيع أن يقول هذه الكلمات، ولكن كم واحد يتذكر هذا الحديث عندما يصيبه مرض مثلا؟ الله ربي لا شريك له. عندما تتعرض أخي الحبيب لمشكلة، أول ما يذهب دماغك إلى فلان من البشر ليحل مشكلتك، أو فلان من البشر ليعطيك مثلا بعض المال، أو فلان من البشر ليساعدك في قضاء شيء معين. طب لماذا لا تفكر بالله أولا، والله تعالى سيسخر لك هؤلاء جميعا؟ يعني هي فقط عملية ترتيب أولويات، هي ترتيب أولويات فقط. فيجب أن يكون الله عز وجل في حياتك هو رقم واحد. يعني عندما يصيبك أي شيء، سواء مرض أو هم أو غم أو أي مصيبة أو شدة تعصف بك، فقط ابدأ مباشرة وقل: الله ربي لا شريك له. يعني يا رب، أنا أريدك أنت فقط لا شريك لك، أنت أن تقضي حاجتي وتسخر لي من يقضي هذه الحاجة. هو أنت تخاطب إلها هو المتصرف في الكون، لا تتحرك ذرة في الكون إلا بأمره، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن أنت التجأت مباشرة إلى مالك الكون وملك الملوك سبحانه وتعالى، والمتصرف والقيوم القائم على شؤون عباده، الله ربي لا شريك له. تعترف أن الله هو الرب، ونحن عندما نقول رب الأسرة يعني من يسير ويقوم على شؤون هذه الأسرة ويشرف عليها ويعتني بها، وهو صاحب القرار وهو المسؤول، وهو الذي تلجأ إليه أفراد الأسرة، الأطفال والزوجة يلجأون لرب الأسرة هذا ليقوم بجلب الطعام ويحميهم من الشر، كل شيء يعني. فعندما تقول الله ربي، استحضر هذه المعاني: الله ربي يعني هو يحميني، هو يقدر لي الخير، هو يكفيني شر هذا الإنسان أو هذا الوباء، هو يكفيني شر هذا المرض، هو سبحانه وتعالى يسخر لي من يعينني على العلاج الصحيح، يسخر لي من يعينني على حل هذه المشكلة،
يعني يجب أن تستحضر هذه المعاني أخي الحبيب عندما تقول الله ربي، وعندما تقول لا شريك له أنت تنزه الله عن الشرك، وتستحضر في داخلك أن الله عز وجل هو وحده القادر على أن يكشف عنك هذا الضر، هو فقط، ولكن البشر هم أدوات، المسبب الله، المتحكم هو الله، المتصرف هو الله، المسير هو الله. هؤلاء نتائج، هؤلاء نتائج ما قدره الله. هذا الإنسان الذي بيده حل مشكلتك هو لا يستطيع أن يحلها إلا إذا أذن الله بذلك. إذا لم يأذن الله لا يستطيع أحد أن يساعدك. طيب ما هو الدليل من القرآن؟ الله تعالى يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الضر هنا قد يكون وقف حال، قد يكون مرض، قد يكون زوجة تؤذيك، قد يكون ابن يؤذيك، قد يكون وباء يصيبك. يعني هنا أخي الحبيب الله عز وجل هو الذي يأذن بكشف هذا الضر على يد فلان، ففلان هو أداة فقط وليس هو المتصرف. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. إذن هنا أخي الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يأخذك مباشرة إلى الملك، إلى مركز القيادة فوق عند الله سبحانه وتعالى، مركز القرار عند الله سبحانه وتعالى. وبالتالي كلما أخي الحبيب توجهت إلى الله وأخلصت العبادة له وأخلصت النية وقلت الله ربي لا شريك له، ثق تماما أن الله سيسخر الكون كله لخدمتك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنا الشدة والمرض، ولا تنسى أن تقول هذا الدعاء دائما حتى في حالة الرخاء، يعني لا تنتظر المرض، قله كل يوم الله ربي لا شريك له، والله سبحانه وتعالى عندما تذكره في الرخاء يذكرك في الشدة إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.